لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر، ولنتعظ منه كدروس وعبر نحو المستقبل الأفضل لبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. قراءة كاملة في كتاب كنت طبيبا لصدام للدكتور علاء بشير. عدي قتل كامل حنة، ساجدة تستضيف سوزان مبارك، عدي وزجاجة الفودكا، 150 عصا، واحة الأعراس، استفحال الرشاوى وانتشار الدعارة، شعر رأسه واقف، محاولة انتحار، مؤامرات حسين كامل، الأيام الطويلة، مغبرون في كل مكان، روح رياضية، برزان وتآمر حسين كامل، وإمبراطورية عدي. الجزء الثالث. طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم، نتواصل مع حضراتكم في الجزء الثالث. يذكر الدكتور علاء بشير: عدي قتل كامل حنة، ثار صدام وحاله للمحاكمة فحاول الانتحار. كامل حنة كان مسؤول خدم صدام، ومن القلائل الذين يحظون بثقته الكاملة، يعني تنهيده من الارتياح، سرت عبر الشرق الأوسط كله عندما انتهت الحرب بين العراق وإيران في أغسطس، يعني عام 1988. أرسل الرئيس حسني مبارك زوجتي سوزان إلى بغداد مع أرق الأمنيات. كانت قرينة الرئيس المصري على علاقة جيدة مع ساجدة زوجة صدام حسين. في أثناء الزيارة أقامت كلتا السيدتين في واحدة من دور الضيافة الرسمية التابعة للنظام على مقربة من القصر الجمهوري المطل على الضفة الغربية لنهر دجلة. كانت حديقة الإعراس تقع غير بعيدة عن دور الضيافة العشرة على جزيرة، يعني تملأها الحدائق والأشجار الجميلة في بحيرة شاطئية ضحلة تكونت من أحد فروع نهر دجلة. كان هناك جسر يعبر بيك، يعني الحديقة التي كان يحط بها ما يقارب من 40 بيتا من بيوت الضيافة، واللي كان يمكن تأجيره للمناسبات الاحتفالية. كان هناك قاعة خاصة محجوزة لاحتفالات الزواج. في نهاية جزيرة الإعراس كانت هناك 6 دور أخرى للضيافة، وكانت تتمتع بمزيد من الفخامة عن دور الأخرى، هاي متميزة. كان لكل دار منها حمام، وهاي اسم حمام سباح، وكانت هذه الدور مختصرة على الرئيس وعائلتي والعاملين المقربين، أي الوزراء وكبار القوم من مجلس قيادة الثورة. ساجدة تستضيف سوزان مبارك. أمام إحدى هذه الدور كانت هناك سهرة انبعثت منها أجواء من الارتياح الشديد، حينما قررت كل من ساجدة وسوزان مبارك الخلود إلى النوم في دار الضيافة الرسمية التي كانت لا تبعد سوى بضع مئات من الأمتار، حيث أخذت الأجواء بعدها تزداد صخبا على صخب. كان كامل حنة يقوم احتفالا لأحد أقربائه الذي كان يحتفل بعيد ميلاده المتمم لعقد من عمره. لم يحرم في هذه الليلة من ليالي أغسطس أي من الضيوف الذي كان يقارب عدده 50 من أنيال ما شاء من الخمور. كان حنة الخادم الخاص لصدام، كان مسيحيا من الشمال، ولم يكن من عائلة الرئيس، ولم يكن أيضا من تكريت، غير أنه كان شديد الولاء. كان يقوم بتوفير الخدمة للرئيس بدءا من تحضير الملابس والأحذية، مرورا بإعداد الطعام، وانتهاءا بإدارة المجموعة الضخمة من الخدمة التي كانت تحيط بصدام. وكان الرئيس يقدر حنة تقديرا عظيما. كان كامل حنة من القلة القليلة التي كان صدام يعني يوليها ثقتي كل الاحترام والثقة، متبادلين بين الطرفين، متبادل يعني بين الطرفين. هنا دي يذكر هنا الدكتور علاء بشير بأنه هاي الحفلة مال كامل حنة بمناسبة أحد أقرباء عيد ميلاده، لكن المرافق ابن عم صدام حسين يذكر بأنه هاي الحفلة كامل حنة على أساس بمناسبة انتصار يعني العراق هاي في 1988، يعني كامل حنة يحتفل بها لأن كان في فترة كان غير مجاز وأخذ إجازة ودا يحتفل بها يعني هاي المناسبة. لكن الدكتور علاء بشير دي يذكر هنا مع الود والاحترام إلى بأنه كان عيد ميلاد أحد تقريبا. هسه راح نجي إلى موضوع عدي وزجاجة الفودكا. كان عدي يقيم أيضا بجوار القصر الجمهوري، حيث انتقل ابن الرئيس البالغ من العمر 24 عاما للإقامة الدائمة في إحدى دور الضيافة الرسمية. كان عدي يجلس هناك
مع صديقه ظافر محمد جابر أمام النافذة مسترخيا كعادتي بصحبة زجاجة من الفودكا، حينما سمع دوي طلقات عالية آتية من العرس. أرسل عدي حارسا من حرس الخاص إلى هناك ليعرف ماذا يدور، حيث أخبره محن أن الاحتفال الحقيقي لم يبدأ سوى الآن. هاي يعني طاخة براسة صاعدة هاي يعني أخرجت بنادق الكلاشينكوف ويعني أطلقت منها طلقات في الهواء تعبيرا عن عظيم الفرح وانبهار كل من المضيف والضيوف الذين كانوا مستمتعين استمتاعا يفوق الوصف والذين ازدادوا سكرا على السكر. زي يقول له لو يقول اذهب إلى هناك واطلب منهم أن يتوقف عن إطلاق النار، قالها عدي قال قل لهم خلي يتوقفوا النار كافية وإلا فإنهم سيقضون أيضا أمي وسوزان مبارك. هو ليش هذا يطلقنا مو على وجود سكران واحد يقتل الله، لا لأن السيدة ساجدة وسيدة سوزان نايمات حتى لا يقعدن. عاد الحارس الخاص إلى حديقة القصر وأخبرهم الرسالة، إلا أن إطلاق النار من البنادق الرشاش استمر. كان ظافر محمد جابر من عمر عدي يعني نفسه تقريبا عمره، كان يعرفه منذ كان يذهبان إلى المدرسة الثانوية. بمرور الوقت أصبح السكرتير الخاص لابن الرئيس. قفز الاثنان في تلك اللحظة مع بعض الحرس الخاص في سيارة وذهب إلى كامل حنة لحثه على الهدوء ولوضع نهاية للموسيقى الراقصة الصاخبة وللطلقات الطائشة هناك وهناك بلا توقف. هسه راح نستمر هاي القضية ذاكرة الدكتور. 150 عصا 150 عصا عاجية. كان عدي يلبس الدشداشة عندما غادر المنزل، أخذ معه أيضا عصا يعني من العاج، اتخذ مقبض ماله بشكل رأس الثعبان يعني، وهاي يعني مغلفة بالخيزران. أما الثعبان نفسه فقد كان يعني فارغا، يذكر هناك العبارة غير واضحة، ذات أنياب سم قوية. كان عدي يرى أن عصا المشي تليق على دشداشته. أخبرني بذلك جابر فيما بعد مضيفا كانت تمنحه وجاهة شيوخ دول الخليج. أنت لو مشينا العراق ومثلا وهالحروب كلها ما متوقفة، واللي ما صار بعد 2003 ما صار، والمواطن كان إلى متوفر إلى السكن والصحة والتعليم والدراسة ويقدر يسوق لعربان السيارة، هم دول الخليج مو أحسن من العراقيين؟ من كان العراق بخير وين كان ذولا؟ مع احتراماتنا لدول الخليج، لكن هاي ربما عقدة النقص ما نعرف. كان ابن الرئيس يمتلك 150 عصا مشي بمختلف الأشكال والتصميمات، لم يتعلم أبدا أن يروض نفسه إذا أعجبه شيء ما لم يكن ليقنع بنسخة وحيدة منه. في منزل عمه وضبان رأى شيشة أعجبته، بعد ببضعة أسابيع أتت شحنة كاملة من الشيش من الهند، كانت كبيرة ومرتفعة ارتفاع الباب. هاي شيش شنو اسم؟ ربما هاي شي اسمه أرجيلة. كان هذا ينطبق أيضا على الساعات اليدوية، الحلي، الخواتم، النقود، النساء والسيارات الفاهرة. لم يكن أي شيء يملأ عيني عدي، يعني هاي ما شبعان. في إحدى الجراجات على مقربة من القصر الجمهوري كان هناك مئات من السيارات من طراز بي ام دبليو، هاي لكسوس ومارسيدس فيراري وروز رايس وإلى آخره. وعندما اتخذ عدي طريقه مع جابر ومع اثنين من حرس الخاص إلى كامل حنة، كان هناك في الوقت نفسه مزيدا من السيارات المتوجهة إلى بغداد. هسه راح نصل إلى واحة الأعراس. كانت جزيرة الأعراس بمساحتها الخضراء وبإشجارها الواقع على ذلك على تلك البحيرة تمثل واحة في العراق تزداد حالتي المأساوية يوما بعد يوم. كان يمكن مشاهدة الجراح اللي خلف الحرب بوضوح في كل مكان. قبل عام 80 لم يكن في بغداد أي من الشحاذين إلا قليلا، أما الآن فقد كانت ناصية كل شارع تعج بهم. أمر صدام بطبع النقود ليستطيع تمويل الحرب. كانت النتيجة ارتفاع متسارعا في الأسعار، حطم مستوى المعاش للناس تحطيما كاملا. قبل الحرب كان الدينار العراقي يساوي ما يزيد 3 دولارات وكم سنت، أما الآن فقد ساد الاضطراب أسعار الصرف. كان عليك أن تدفع 1000 دينار للحصول على دولار واحد، غير أن أجورنا بالدينار ظلت على حالها، يعني حتى وصل هالدينار الطبع اللي وصله يعني فترة من الفترات على ما أظن 95-96 الدولار وصل 3000 دينار عراقي، يعني 3000 دينار عراقي لطوق دولار.
استفحال الرشاوى. لم يعد في مقدور موظفي الدولة أن ينفقوا على أنفسهم وعلى عائلاتهم مما يدفع لهم شهريا، فكان إن بدأوا في طلب الرشاوى لأداء ما لديهم من أعمال ومنها إنجاز الطلبات، لم يعد هناك مكتب من المكاتب أو إدارة من الإدارات أو وزارة من الوزارات إلا واستفحل الفساد فيها وعلى كل المستويات. بدأ الأمر أولا ما بدأ مع الضباط ذوي الرتب العالية الذين تلقى كثير منهم في أثناء حرب رشاوي محترمة، لكي ينقلوا الجنود من قطاعات الجبهة إلى أماكن أقل دموية، بل إن بعضهم استطاع أن يبني منازل ومزارع مما حصلوا عليه من رشاوي في مقابل نقل وحدات كاملة من الجيش. يعني اهتز ما كان لدى الشعب العراقي من تقدير كبير للجيش العراقي في الماضي اهتزازا عنيفا منذ أن انقض صدام على نظام الخميني الإسلامي في الشرق. هاي بمناسبة الضباط، يعني عذرا للضباط المحترمين اللي عندهم عزة النفس ما يقبلون هاي الرشاوي، لكن احنا كنا نشوفها بعين هاي الرشاوي خاصة في حالة الحرب العراقية الإيرانية، ومنهم مع احتراماتي لهم عذرا حتى لا مثلا يضوجون ويضمرون بعضهم، منهم كان يتمنى الحرب مو 8 سنوات تستمر 16 سنة. وراح أضرب لكم مثال، راح أضرب لكم مثال وأنا شاهد عيان على هذا المثال، عندما كان في يعني عندما خدمت أنا في المجال المدني والعسكري في خدمتي العسكرية، ويعني عندما كنت مشغول يعني عمل موجود والمراجع الجنود مثل مراجعين ضباط كذا كذا كان كبيرين، يعني التهيت ما صار لي وقت عملي، فإجا مراجع جندي، يعني إجا مراجع جندي هناك ورا ما كملت العمل، ذول زملائي بالعمل قالوا لي سمعت شفت؟ قلت لهم لا سمعت، عشان كنت أنا كنت مشغول. قال لي جان هذا جندي وحكي، قال أنا ما مسوي شيء بس أعطيت مفتاح يعني للضابط مالي، يعني أنا ما عرفت أول مرة شغل شنو المفتاح يعني للضابط ماله، شو مسوي هذا الجندي؟ هذا كان متمكن يعني هو غني، شوف والده غني من عائلة ثرية مبطل مفتاح، هذا جزء ضابط عنده قطعة قاع، لو ما عنده قطعة قاع هذا جزء حتى الجندي مشتري له قطعة قاع، وبانين البيت على أحدث طراز وأحدث موديل ومع مفاتيح الباب سلمها للضابط. هاي يعني الاستغلال البشري احنا كنا نشوفه بعيننا، يعني عذرا للضباط الطيبين واللي عندهم عزة نفس وما يقبلون في هذا الشيء. انتشار الدعارة بالنسبة إلى عائلات كثيرة، عذرا لهذه اللفظة، يعني كانت الدعارة هي سبيل الوحيد عندما لم يعد هناك ما يكفي من المال، وعندما كان هناك هذا العدد الهائل من الأفواه التي يجب أن تطعم. بعد أن سقط الأخ أو الأب ليختفي بذلك عائلته مع الفقر، زادت أيضا معدلات السرقات وغيره من الجرائم، غير أن الميراث المأساوي للحرب كان يكمن في هذا العدد الكبير من المعاقين. ما يقارب 150 ألف من العراقيين قضوا نحبا في الأعوام الثمانية اللي استمرت فيها الحرب، وخرج بها 750 ألف، كثير من إصابات وعاهات مستديمة. هسه يقول هنا يذكر عبارة أو كلمة أخجدوا، غير أنه عندما ظهر عدي بصحبة عصا، يعني هاي نسترسل قضية كامل حنة وعدي، غير عندما ظهر عدي بصحبة عصا المشي الخاصة به المصنوعة من العاز، ساد المكان صمت القبور، أخذ طلقات والموسيقى والرقص في التوقف من فوري. يبدو أن حنا كان قد شرب كميات كبيرة من الويسكي حتى أنه اضطر إلى الاستناد إلى غيره حتى يستطيع مواجهة زائري. حسب ما يتذكر جابر فأن عدي كان قد افتتح النقاش متوعدا، يقول لهم عدي اخجلوا من انفسكم، قالها عدي مضيفا رجوتكم عبر الحرس الخاص ان تهدأوا قليلا، لكنكم لم تعيروا الامر اهتماما. بصراحة لهجة العراق قال طاح حظكم، تنزل عليكم كل مصائب الدنيا، ادب سزية يعني من التركية ادب، هاي الحق السز يعني معناه عديم الاخلاق. أجابه حنا مضيفا يقول له أنت يعني تدس أنفك، يعني تخلي خشمك في كل شيء، اخرج نفسك منا هذه الليلة. رفع عدي العصا المصنوعة من العاج عاليا، قال له يا كلب يا كلب كيف تجرح على مجرد التفكير في الحديث معي بهذا الشكل. هو فرحان كامل حنا على أساس
يشتغل عامل خادم موظف على الصدام حسين، ماخذ الشكر بأنه يقدر يتجاوز على صن، لازم عندك حدود بيها. وعاجل عدي حنة بضربة على رأسه ليخر الخادم الخاص على الأرض. سأحكي ذلك لوالدي، قال عدي قبل أن يغادر هو وجابل والحارسان الخاصان الحفل. بعد أن توقف صخب الحفل لقد قتلته. طبعا هنا عدي دي وجهه، شنو هاي عيب، هاي جاية زيارة زوجة حسني مبارك سوزان، ما يصير تسوون شو. لكن احنا نشوف الفيديوهات اللي يشوفوها العراقيين وغيرهم ياما بحفلات وسكران عدي وشالي كلاشنكوف يرمي على السقف. لقد قتلته. اعتقد الأربع أن كامل حنا سقط لأنه أفرط في الشراب وأن الضيوف الآخرين سيساعدونه على النهوض. اتصل صدام بابني مع أول خيوط الفجر. كان عدي مندهشا، فقد كان من غير المعتاد على الإطلاق أن يقيم الرئيس اتصال، يعني يقوم يعني في الوقت اتصال مباشر معه على هذا النحو. بدأ يروي لوالده عن كامل حنا، قام يحشي له يطيل أسباب وعن أحداث الليلة، غير أنه صدام ما طال فرصة الحديث، قال له قتلت أنت؟ قال صدام في برود شديد مضيفا، ستبلغ الشرطة الآن عن الحادث، راح يبلغون الشرطة لتلقي الجزاء الذي تستحقه. عندما نقل خبر قتل كامل حنا على يد عدي إلى الرئيس، خرج صدام عن شعوره تماما. كده يقول صدام ها ورا ما سمع الخبر، سأقتله بيدي هاتين. خرج صوت صدام راعدا في حضرة زوجتي ساجدة. كان قد نقل إلي خبر ما حدث، فما كان منها إلا إن غادرت دار الضيافة التي كانت تقضي فيها ليلتها مع قرينة الرئيس المصري متوجهة إلى البيت على عجالة. أفزعت ثورة الغضب العارم التي انتابت صدام والدة عدي التي اتصلت في يأس بصهر برزان وروت له ما هدد به صدام، لابد أن تأتي حالا وتهدئه. هاي يقتلون العانة بعدين تعال يا برضي. هسه يذكر دكتور علاء بشير يقول عبارة شعر رأسه واقف. عندما ظهر أخ غير الشقي في قصر الرئيس، كان صدام لا يزال في ثورة غضبه ولا يمكن التحدث إليه. في ذات مرة أصر برزان بأن العائلة كانت تستطيع أن ترى متى كان الرئيس غاضبا حقا، فإنه حين يغضب كان شعر رأسه يقف مثل القنفذ كما هي الحال الآن. فيما بعد أخبرني برزان بالآتي، لو كان عدي بالمقربة منه لكان قد قتله بلا شك، لم أرى أبدا غاضبا وخارج عن شعوري بمثل هذه الدرجة. شيئا فشيئا أخذ الرئيس يهدى، وكان في مقدور برزان أن يتحدث معه. الآن دعنا نفكر في الأمر في هدوء شديد. هسه دي يفكرون هو برزان هم يريد يهدي صدام، شي يقول له؟ يقول له هسه مثلا إذا قتلت ابنه هسه قابل راح ترجع كامل حنا الحياة؟ ما ترجع كامل حنا، وما نجني سوى الخسارة، خسارة مزدوجة في حجمه وتأثيره. من الأفضل تقديم عدي للمحاكمة وعلى القضاء تقرير مصر. أي محاكمة تسوون؟ هاي شافوها الشعب، جابوا هاي العائلة المسكينة على الصدام، شي يريدون يسوون الصدام؟ قال صدام سأقدمه للمحاكمة. هسه راح نجي إلى محاولة انتحار. أصابت عدي صدمة عندما تكشف له ما جنت يداه، تناول أنبوبا من حبوب منومة وابتلع كل ما فيه. يعني معناته هذا كان موجود عنده، يعني حتى إذا ما بي شيء معناه ممكن هاي الحبوب المخدرة أو المنومة يعني كانت موجودة عنده. عندما بدأت الحبوب تأتي بمفعولة وسقط عدي على الأرض، نقله حرسه الخاص إلى مستشفى ابن سينا. كان هذا المستشفى الصغير في الأصل عيادة خاصة تم تحديثها وبعدين وسعوها بعد الانقلاب واستيلاء حزب البعث على الحكم. كان في المستشفى 20 سريرا وغرفتان للعمليات كما كان حسب المعايير الغربية مجهزا تجهيزا لا بأس به عفوا من الأجهزة الطبية الفنية. كان الأطباء والممرضات الأكفاء يعملون تحت رقابة أمنية، طبعا يراقبهم. عادة ما كان يقوم جراح وطبيب باطني بالاشتراك مع 10 ممرضات بالخدمة ليل نهار. كان زحام المرضى يتصاعد باستمرار، لم يكن عدد الذين يزورون هذا المستشفى الصغير الراقي قليلا. بأي حال من الأحوال إذا ما انضم لحزبتنا كل الزوجات
والأطفال والأقارب والخليلات للنخبة العراقية. هاي بالفعل، هاي يعني هاي بالفعل كانت تصير، يعني بالفعل كان، وبالأخص بالأخص وقت كانت تصير هاي يوم الخميس. يعني هذني المستشفيات العسكرية والمؤسسات العسكرية وخاصة المستشفيات يوم الخميس كأنها يصير حفلة أعراس أو شو يسموها، حديقة الزوراء، منتزه ومتنزه الزوراء، كان يجي كل من جابه حتى ما بيها شيء هاي حتى يشيكون. بعد أن أفرغت معدة عدي باستخدام الشفاط في الوقت المناسب، لم أكن في مجموعة الخدمة عندما نقل ابن الأكبر للرئيس إلى مستشفى ابن سينا، غير أن زملائي حكوا لي بعدها ببضعة أيام أنه حاول الانتحار لكنهم أنقذوه. أما صديقه جابر فقد روى لي تفصيليا فيما بعد ماذا وقع من أحداث قبل وأثناء وبعد الحادث المؤسف في حفل كامل حنة. تسليم نفسه، ظل عدي طوال الليل تحت الملاحظة في مستشفى ابن سينا ليعود بعد إلى دار الضيافة التي كان يقوم بها. أعطى حرسه الخاص والخدم إجازة وتحصن ب تشاس نسميها مال الرمل، هاي التراس أمام الباب اللي يخلوها. عندما أتى بعض من حرس صدام الخاص ليأخذوه أطلق عدي النار من مدفع كلاشينكوف على سياراتهم، عادوا إدراجهم وأخبروا الرئيس أن الحالة النفسية لابنه لا تزال مقلقة. ترك عدي حتى اليوم الذي يلي على حاله بعدما أتت والدته وأخوه الأصغر قصي ليعيدوا عادوا إلى صوابها يهدوا. بعدين اجوا بمفردهم بلا حرس واستغرق الأمر زمن غير قصير إلى أن استطاع إقناعه بتسليم نفسه، يسلم نفسه. لم يقبض ما على عدي ولا على علي جابر على الفور. أرى صدام أن يعرف كل شيء عن هذه المأساة الشائكة قبل أن يشرك الهيئات القضائية في الأمر. كان هناك قدر لا بأس به من الإشاعات تلف العراق والتي كان يتلقفها خصوم العدي في يعني هاتها. كل أعضاء الأسرة تدور بينهم باستمرار معارك حول المناصب، هاي الإشاعات اللي كانت تظهر حول المناصب والوجيهة وغيرها إذا استثنينا منصب الرئيس نفسه. هسه راح يتطرق إلى مؤامرات حسين كامل. كان زوج ابن صدام أي حسين كامل من أكثر الضالعين في المؤامرات. كان حسين كامل ابن أخت علي حسن المجيد أحد أبناء عمومة صدام، يشغل منصبا مهما هو وزير الصناعة والتصنيع العسكري، وكان مسؤولا عن برامج تطوير الأسلحة للعراق. كان حظي صدام، وكان زواجه من ابنة الرئيس رغت هو دليل دامخ على ذلك. وأيضا يذكر عن الأيام الطويلة على الفيلم. حظي أيضا أخوه صدام كامل بثقة كبيرة، زوجة صدام من رنا أخت رغد، كما كان واحدا من أخرس حرسي الخاص، وقد لعب الدور الرئيسي لصدام في الأيام الطويلة وهو فيلم مدته 6 ساعات عن حياة الرئيس، والذي كان يعرض مرارا في التلفزيون العراقي وفي دور السينما في البلاد لسنوات كثيرة. أخرج هذا الفيلم المخرج الإنجليزي تيرنز يانغ، الذي كان قبل مخرجا لثلاثة من أفلام جيمس بوند، إلى أن دخل التاريخ مجددا في بغداد. منا يمثلون فيلم، منا ما تسمى خيانة حسين صدام كامل، والفيلم المروع والحقيقي والقاتل حسب روايتهم ما صار في منطقة السيدية. استقبل الأخوة الثلاثة غير الشقاء سبعاي وبرزان وضبان زواج الشقيقين من ابنتي الرئيس بالرفض التام والانزعاج. أثار تزويج صدام لابنتي رغد بحسين كامل تحديدا البغضاء في الأسرة. كل الأخوة غير الأشقاء كانوا يرون أن ابن سبعاوي ياسر هو الوحيد الأصلح لها، حيث كان يعني هذا الزواج أيضا توطيد روابط الدم بين فرع عائلتهم وفرع عائلة الرئيس. هو الأمر الذي رفضه صدام، كان فيها مثل هذه إشارة واضحة إلى برزان، هو كان جزء يعرفهم تاريخهم، أو مثلا يزوج بنته بعد أن يستولون على الرئاسة. يطرق الدكتور يقول مغبرون في كل مكان. في عام 80 أصبح برزان أخ الأوسط من بين أخوة غير الأشقاء رئيس المخابرات، حيث تولى مهمته بجدية شديدة، ثم توسيع عمليات هذه الهيئة وشبكة المخبرين سواء في خارج البلاد أو في العراق توسيعا كبيرا، ولا يكون عندهم فرق بين الخصوم العراقيين لصدام المشتبه فيهم
وبين الحقيقيين منهم. كثيرا ما كان برزان يتفاخر أمامي بأن جهاز المخابرات في ظل قيادتي كان له عملاء ومخبرون في كل أنحاء العالم، وأنه لم يكن أبدا في يوم من الأيام بمثل هذه الفعالية. لا يوجد حتى عراقي واحد يجلس في حانة في أي قرية مهجورة في اليابان أو يتحدث بسوء عن صدام ونظامه يمكنه أن يتوهم لنفسه الأمان. هكذا كان رأيي في المدارس الشعبية. كان المدرسون يسألون تلاميذهم أما إذا كان أباهم قد أداروا جهاز التلفزيون عندما كان يعرض برنامج عن الرئيس، فإذا أجاب أحدهم بالنفي كان يمكن أن ينتهي الأمر بالأب إلى التحقيق والمساءلة. وبالمناسبة هاي النكات اللي كان يطلقوها العراقيين على أجهزة الأمن المخابرات من يعني من النكات اللي كانت تروج، يعني إحنا كنا يعني أنا واحد من المتواضعين أمامكم اللي سمعناها مثلا، وكان أكو اثنين عراقيين في فرنسا دي يتحاشون بيناتهم، واحد يعني إجا من العراق قال له يا ابي شلون الجو يعني هسه بالعراق، قال لي معود يا كلها شو اسمه تراب وعجاج ومرتفعه وحراره وكذا وكهرباء ماكو. بعدين دار وجه شاف واحد من المخابرات، بعدين قال له صديق طبعا هاي قبل الثوره، روح رياضيه. كان مشجعو النوادي العريقه غاضبين من سرقه عدي الدنيئه لافضل لاعبهم، هاي ما سوى نادي الرشيد هاي عدي. كان العراقيين تقريبا من مشجعي كرة القدم، وكثير منهم لا يزال يتذكر جيدا أول مباراة لفريق عدي ضد فريق العاصمة نادي الطلبة المرشح الأكبر للفوز في ملعب الشعب في بغداد في ليلة من ليالي الشتاء في مطلع عام 1985. بني هذا الملعب لممارسة الرياضة وكرة القدم عام 66 بأموال هيئات الخيرية لبارون البترول الأرمني كالوسيت غولبجيان. كان هناك 60,000 من المشاهدين في ملعب الشعب. عندما أطلق صافرة البداية كان 95% من المشاهدين يساندون نادي الطلبة، أما 1,000 المتبقي من المشاهدين فقد دفع لهم ليشجعوا الرشيد على قدر ما أوتوا من قوة. أما المذيع فقد أمره ابن الرئيس بأن يحذر أعضاء الفريق المقابل لفريق الرشيد من اللعب بصورة جيدة، يعني هاي يسوي شو اسمه يغشون يعني يخسرون حتى نادي الرشيد يربح. وترك لنفس الحبل على غاربي في استعمال مكبرات الصوت في الاستاد لتشجيع الوافدين الجدد الرشيد على أرض الملعب تشجيعا ناريا، فقد كان عليهم أن يعطوا كل ما عندهم لسحق الخصم. صار القلق إلى المدرجات وأخذ الناس في رمي اللاعبين الذين خانوا نادي الطلبة وفروا إلى عدي. كان على وحدات كبيرة من الشرطة التدخل لإيقاف القاذفين بالحجارة والقضاء على التمرد الوليد. أما المأساة الكبرى فقد كانت الحكم، يعني في كل مرة كان يحتسب فيها ضربة حرة ضد الرشيد كان ينظر في رعب إلى منصة الشرف ليرى رد فعل ابن الرئيس. اتقدم نادي الطلبة لفترة كبيرة من عمر المباراة بهدف، واحتسب الحكم في آخر دقيقة ضربة جزاء لفريق الرشيد. لم يرى المتفرجون أحد من لاعبي نادي الطلبة يرتكب أي خطأ، غير أن جميعهم أدرك أن هذا الحكم المسكين كان عليه أن يفعل أي شيء للنجاة بحياتي. انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق. أيضا بالنسبة لنادي الرشيد اللي أخذ عدي، أيضا من النكات اللي كانت دارجة يعني موجودة بهذا الوقت، من النكتة يعني يقولون عن هالنكتة بأنه كان نادي رشيد يلعب مع أحد هاي الأندية، شوف منه مثلا نادي طلبة شرطة جوية هاي وزوراء هذني القمة أو طلبة وقت كان الجامعة. عدي كان حاضر فدي يشوف مثلا واحد مثلا دي يخسر نادي رشيد هدف يجي عليه جول جولين ثلاثة أهداف أربعة أهداف، فالخابر الوالد عدي قال يابا ترى هذا الفريق خسر 3-4، قال اذا استمرت على هالحاله اسحب الفريق واضرب كيمياوي. برزان وتآمر حسين كامل. كان رئيس المخابرات برزان يعتبر ثاني اقوى رجل في العالم في العراق عفوا، وهو الامر الذي لم يعجب عدي وقصي وحسين كامل وخاله على علي حسن المجيد. أخذوا يتابعون نشاطه بمزيد من الحسد بالتهاذة، واحد يحسد على الأخ ليتقربون يتوددون، وانتابهم اليأس
من أنهم لم تعد لديهم مقدرة على المنافسة في السباق الدائر للفوز بالحظوة. لدى الرئيس بتحفيز من حسين كامل بدأوا يزرعون الشك في دوافع برزان هامسين أن على الرئيس أن يكون على حذر، وأنه من المتصور أن هذا الأخ الغير الشقيق القوي يريد حتى الاستيلاء على السلطة في العراق. شيئا فشيئا بدأ صدام يعتقد أنهم ربما يكونون على حق، وأن رئيس المخابرات ربما يمثل تهديدا. وعندما تجاهل صدام احتجاجات إخوتي غير الأشقاء وزوج ابنتي رغد من حسين كامل، أدرك برزان ما حل به. لم يعد رقم واحد عند صدام، فقد أعفاه من منصبه عام 83 وقال لي فيما بعد، يعني هاي برزان دي يقول للدكتور هلا بشير، مع خروج برزان من اللعبة سنحت الفرصة أخيرا لضرب عدي في إطار الصراع الداخلي حول السلطة. لم يدع حسين كامل هذه الفرصة تفوته. انهمك حسين كامل بروحي ودمه في كشف ملابسات ما حدث في تلك الليلة التي قتل فيها كامل حنة. لم يتردد ولو للحظة. هسه راح نجي إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. إمبراطورية عدي. كان عدي ذو 24 ربيعا قد بدأ صعودي في سلم السلطة في عهد صدام، وقبل بأربع سنوات كان قد عين مسؤولا للشباب وأسس أول جريدة لو جريدة بعث الرياض، هاي كانت معروف مشهورة عند العراقيين بعث الرياضي، ومكنت هذه الجريدة من مهاجمة الوزراء والآخرين وغيره من الشخصيات المهمة، أما لأنه كان لا يحبهم أو لأنه اعترضوا طريقة بشكل أو بآخر. كان الهجوم يتم في المقالة الرئيسية وفي التحقيقات اللي تتناول عزهم بالتفصيل. كان الشباب يجوبون الشوارع في مسيرات رافعين لافتات تقول عدي فخرنا الكبير وعدي أملنا، أيضا كانت موجودة جريدة بابل. كما أسس ناديا جديدا لكرة القدم وهو الرشيد، حيث أدرك أفضل لاعبي العراق سريعا أنهم حسنا فعلوا عندما انتقلوا إلى هذا النهائي. يتجنبون شي يسوون ولا والله منهم بق، يعني ما انتقلوا، يعني ايش قد ما حاولوا منهم، يعني ايش قد ما حاول مع المرحوم ناظم شاكر ما انتقل، كان يتحجج ناظم شاكر قد الفلت وما لعب نادي رشيد، حيث كانت اجورهم افضل وكانوا يحصلون على بدلات تدريب جديده واحذيه كره جيده. ومن حين لاخر دعوه لتناول خروف كامل مشوي على العشاء. اما اهم شيء فهو ان عدي كان يحول بينه وبينه ان يرسلوا الى جبهه القتال. كان كل اللاعبين يرسلون إلى وحدة خاصة تتبع الحرس الجمهوري، وكانت بغداد هي محل خدمتها. حتى نلتقي في الجزء الرابع، تقبلوا منا أجمل التحيات.